حاسب على روحك مني وحاسب ده انا جيزة. Yeah.
أبقى. لما يكون المحل الدشت وثلاثة نقلوهم على المستشفى وواحد بإذن الله هيبقى عنده عقل مستديم، يبقى معناها إيه ده يا حضري؟ ربنا على المفتري وابن الحرام. اللي هو مين؟ القلطاع دول بذمتك يا حاج السول تقبل إن 10 زي دول يتعدوا على البناية الحلوة دي عشان عشان إيه؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب. أعوذ بالله، ده أنا كنت أدشدشهم. لا ما أنا قمت بالواجب وزيادة. عليك نور. الكلام اللي قاله المعلم ده صحيح يا ست عزيزة؟ كلام إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. يا حضرة السول، ربنا أمر بالستر بحاجات ما تتحكيش. ليك حق. وشرفك يا ست عزيزة، وشرفك. لا خلي القانون ياخد بطارة. تعالوا انت فوق النحيان وانتوا اتفضلوا مع السلامة. يا حي العدل تعيش. يلا تروح فين يا بت؟ مروح. بقول لك ايه، ما تيجي نتعشى سوا ادفع لك 50 جنيه. يفتح الله. طب 100، اخر كلام 150 جنيه والدفع فورا، وتختار الحته اللي تتعشى فيها. بين البيع والشراء يفتح الله. يفتح الله. جرايه يا بنت، انت حاطه مرخيك في السما كده ليه؟ انت عارفه بتكلمي مين؟ بتكلمي حسن الوحش في توه الجبل. اسفه، النمره غلط يا سي الوحش. كده انا وراكي والزمن طويل. ايه الحكايه؟ معرفش، دي اوامر الاداره. انا مستعد اطلب كل البنات اللي موجودين في المحل وعلى راسهم انا عشان خاطر عيون سعادتك. تحت امرك. مع السلامه سعاده البيت. نورت وانست، نورت المحل كله. مع السلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه. مش هتطربينا الليله دي ولا ايه يا ست؟ اطربك؟ اطربك على قفاه؟ انت ايه؟ جبلتك ايه؟ تلم، هتقولي ايه؟ نجيب ويسكي؟ انت عاوز ايه مني بالظبط؟ عاوز نوصل للود، اجيب شمبانيا. الله يستر عرضك، ان كان لك عرض حل بقى عن سمايا. واللي صرفت كله ده عليك يروح في الهواء. انا مشتري السهره دي كلها ليله على حسابي، انا بصرف من لحم الحي. ويسكي ولا شمبانيا؟ انا في رقبتي عيله بجري عليها. ليهم رب. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ انا عاوزك انت. ده بعدك، انا ما اتخلقش اللي يذلني. انت وفلوسك على جزمتي. ابا البت غلطت. اشرب زيح زيح. اهلا اهلا ست الكل. شفت حضرتك؟ والناس لساننا ما بيرحمش. قول يا عم قول، يا ما قولك حلو زيح. او راجل مليان
يلمك بدل اللي لموك قبل كده وما تمرش فيهم. حتى انت بعتني يابا؟ انت عارفه دفع فيك كام؟ 5000 جنيه. يعني مش هنجوع انا واخواتك بعد كده ابدا، يعني مش هفضل حاطط ايدي على قلبي خايف من يوم تقع فيه ما الاقيش اللقمه. 5000 جنيه فلوس كتير قوي، فلوس عارف يعني، يعني خلاص البحر خالص، ايام البحر خالص. اخواتك يقدروا يعيشوا ويلبسوا ويدخلوا حتى المدارس. مصيبه يا عمر، مصيبه الاغراض بقدر. والله عملتها من ورا يا ابو علي. انت عايز يقول لك ان اتجوز واحده من مصر؟ وايه ومالهم بنات مصر يا امه؟ اكيد واحده ضحكت عليه. عمك خلاص من ساعه وشه ما راحت مصر. طلع لي اكيد اكيد نسب علاوي فوق فوق فوق. وبكره تشوف. اظن ما انت عايزني اعيش معاها تحت سقف واحد. ده بيت يا ابو. لا بابا، البيت بيتنا والمال من هو اللي ضحك علينا لما بيعنا كل اللي حلفني وبقى هو الكل في الكل، وبكره يمينا رميه الكلاب. لا يا ما ما تقوليش، عمي اصيل ولا يمكن يعمل العيب. ليه لا؟ ما هي الست هاني بكره تجيب له حتة عيل ويبقى هو الكل في الكل وكل حاجة تضيع من ايدينا. مصلحتنا يا عم، لازم نشوف مصلحتنا. ده حد وحدك يا ابني. انت لازم تخلص عليهم يا عمر. اقتلهم. كلام ايه يا عم؟ لازم يا عمر لازم. لا لا يا عم لا. ده انا فتحت عيني يا عم على الدنيا ما لقيتش غيره قدامي. كان ابويا واخويا وصاحبي. شربت عرقه نقطة نقطة لغاية ما بقيت راجل. من غيره ياما كنا هنبقى لحمة طرية. لحمة طرية تنهشها كلاب السكك ياما. ملعونة ابو الفلوس اللي ترخص الغالي ياما. ملعونة ابو الفلوس. عمر بلاش احسن، خليكي فايقه. نورت البلد. قلنا بلاش كسوف يا باشا. خليك انت. Thank you.
هتقتلهم يا حسن، هتقتلهم. قلت لي خليك انت في العربية، قلت لي خليك في العربية، اركبي. دول دفعوا لك كام علشان يقدروا يتعرضوا لي؟ عيب يا سي حسن، ده انا بقالي 20 سنة عمدة والمديرية تحلف بذمتي. وما بلغتش المركز ليه؟ أنا مش قلت لك العيال دول أنا شفت في عينيهم الغدر؟ عارفينك حنين، وهترجعهم الشغل تاني. شغل؟ شغل إيه؟ هي بلدكم دي فيها ريحة الشغل؟ دي الفيران هجت منها. ده أنا بقطع من اللحم الحي يودي لهم. وأدي آخرتها. عاوزين يقتلوني. وهي جت سليم وربنا نجاك، زكي بقى بقرشين نصلح بهم بيت الله. فاهمين ايه؟ تحت القبة شيخ؟ ده انا بطفع الكوتة على مكسب السحتوت. انا حلت غير الستر، ده حتى الستر غلي على ايامكم السودة دي. جاتكم الهم. يسلمك. يا اهلا يا اهلا. زي البهايم. كويسين يا بيه، كويسين يا بيه. انت غبتان كده ليه يا ولد؟ بلاك اللي غبتك عنه يا بيه. غبت عنه ولا كنت بتاكل اكله قبل الحرمه؟ عشان خاطر عيال الحلوين دول بس. ربنا يديك وتربى في عزك يا بيه. لو حصل يا ابني هذبح ذبيحه وافرقها على الفلاحين. نورت بيتك يا وزه. خلي العيال تدخل الشنط. ده اللي اجيبهم يا بيه. يلا يا اللهم اوينا يا رب، اللهم اوينا. هات الشنط. يلا يا يلا، هات الشنطة، هات الشنطة دي. يلا خش. نورت بيتك يا سكينة. سكينة تعال يا سكينة. سكينة مرات اخويا عزيزة مرات. حلوة مش كده؟ دفع فيها 5000 جنيه. ما بتسلميش عليها ليه؟ دي زي لقطة القشطة. أهلا وسهلا. عاوزك تهنيها وتدلعيها، دي غالية عليا أوي. سكينة! سكينة! تزعليش منها، دي اصلها براويه. بكره تطويها تحت ايدك. اذا كنت طولت السبب مش هتطوي واحده زي دي. بس هش 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 هش. تعالى يا جميل، تعالى اوريك اوضتك يا جميل. ادي الازازه والمزازه، اقعد لعبني. الله.
ليلتنا أنس الليلة دي. الليلة عيد. لا لا، أوضتك من هنا حبيبتي، أوضتك من هنا، تعال. لا، تخطي بريدك اليمين عشان تبقى خطوة السعد والهنا. يا ولاد الرفضي، حبك تحطوا الشنط دلوقتي على السرير؟ واحد فاضي عشان يشيل ويحط؟ ياتكم البلد. ما تتكسفش، ما تتكسفش يا روحي. عمي يا عمي عمي يا ابو علي. انا راجع لك يا طيب، راجع لك. ابو علي في الحضن يا ابو علي. ايه انا زعلان منك يا راجل كده، تعملها من ورايا وتتجوز سكتي؟ ده انا كان لازم ارقص وهيص للصبح. ملحوقه ولا ملحوقه؟ ايه الليله هنعملها سهره ونسلطن الطاسه على الاخر، ننزل المديريه على طول. الليله دي امال ايه؟ ده عم اتجوز يا اولاد، عم اتجوز ومش عاوز نرقص وافرح وهيص. بس اوعى تقع مني. معقول اقع وانا مسند عليك ابو علي؟ صح يا ولا. انا هغير هدومي وانزل حالا على المديريه، تلحقنا على خمارة بنيوتي، هنعملها سهرة صباحي صباحي. ربنا يقوينا. العريس العريس حسن حسن. أبو علي أبو علي. عمي عمك. حبيبي حبيبك. ملك الجبل ملك الجبل. بتوة الجبل بتوة الجبل. دق يا مزيك. ايه انا؟ انت ازاي عملتها مع انك كنت مضرب عن الجواز؟ انا عندي يورث الكفر يا ولا. لازم العروسه ما كانتش موافقه. انما انت عارف عمك لما يزن على حاجه لازم يوصل لها، ولو انها كلفتني كتير كتير. 5000 مقدم
وزيهم مؤخر، ده غير المصاريف. ابو علي دفعتهم وانت صاحي؟ مستعد تعدهم مره واثنين وثلاثه، اصلك انت ما شفتهاش. يا عليها جوش شفايف ولا رجليها ولا هي طالعه على السلم. عمك اتهبل يا ولا. هنيالك يا ابو علي. عبالك يا عمر لما افرح بيك. والله نفسي يا عمي. حاطط عينك على حد؟ بنت مين يا واد في البلد وانا اخطبها لك؟ لا يا عمي، دي مش من البلد، دي كنت قابلتها لما سافرت اتفق على المكان الجديد. طب قول لي هي فين وانا اجيبها لك من حباب عينيها، حتى لو كانت بنت برانديلو. متجهز ما ترضاش؟ هترضى، ما كانش عشان خاطرك انت، عشان خاطر فلوسك. في حاجات كتير ما تباعش بالفلوس يا عمي. عمر مين اللي قال لك كده؟ الفلوس هي كل حاجة في الدنيا، معاك قرش تسوى قرش، ما معاكش قرش ما تسواش ولا حاجة. اشرب يا عم اشرب. لا يا عم انا استكفيت. اشرب انا ما دام هندفع فلوس. الحساب يا بنياتي. طيب حبيبي. وريني هنا. يخرب بيتكو. 12 جنيه و60 قرش. ايوه يا حبيبي. بقول لك يا ابو علي، انا اللي عازمك. اسكت انت. احنا شربنا في كل ده. ايوه عمي. انا اللي هدفع الحساب. حادي ما هي فلوسي برضه. بقول لك يا ابو علي اسمع. احنا في المديريه ومش عاوزين فضايح. ما تنحشرش انت. تعال هنا يا خواجه. ايه يا حبيبي؟ روح عند هنا واحد عسكري. ليه يا حبيبي؟ عشان يشوف الخبره المغشوشه اللي انتوا بتبيعوها لنا دي. يا اخي اكسترا يا حبيبي. ولا اكسترا ولا حاجه، انتوا حراميه وبتبيعوا زياده عن التسعيره. احنا ايه؟ بنلاقي فلوسنا في الشارع؟ مش كفايه ستنا اللي سفحتوها؟ ايه عاوزين تنهبونا كمان؟ ده مش كلام خزن بيه ده. هبا انت بتبجح معايا. يا ابو علي استعنا بالشاه. يا خرب بيتك يا بني ولد، راحت فلوسك يا بني ولد، يا حب فلوسك يا بني ولد، يا خرب بيتك يا بني. حاسب ابو علي. اديهاش بقى. يا خرب بيتك يا بنيوت، 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 يا بنيوت. يا ولاد الكلب. حلاوتك يا ابو علي، انا ابن اخوك. لست يا عمي واكلين سمنه بلدي يا ولا. بس فوجونا ولاد الابلسه. جميل. ربنا يقويني الليله.
اما كانت سكره جميله جوه جوه يا عم. تصبح على خير يا عمي. تعال رايح فين؟ لازم تشوف العروس الاول. بتقول ايه يا عم؟ النهار له عيون. لازم تشوف العروسه دلوقتي. يا عم دلوقتي زمانها نايمه. نصحيها بفلوسي. بفلوسي بفلوسي صحيها بفلوس. يا عمي الدنيا ضنك وزمانها نام. هصحيها بفلوسي. يا عزيزة يا وزة، انت يا عزيزة وزة. تعال يا وزة، تعال يا حبيبي، تعال. اهو ده بقى عمر. عمر ابن اخويا، مش ابن اخويا وبس، وابني كمان وصاحبي وحبيبي ودراع اليمين. حلو ولا لا؟ حسن سنيوره دفع فيها خمسه. خمسه. خش يا سلم على روح عمك. خش يا سلم. يا ولد مكسوك من ايه؟ دي زي اختك. أصله متربي معاك. يا جميل بقى للزوجة والنبي لا هشه، ده العصفور والكشنر. هنكش ازاي بس انا سكران كده؟ لكن هنكش. سمعني الحب غنوة، سمعني خ...
خليها عليك شوية، ده انا قلبي فريق قوي رقيق قوي قوي قوي، حيرني ما اقولش لا لا، سهرني ما اقولش لا 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 لا، لكن تتعبني لا هتتعب بالقوي، دوبني دوبني بالقوي قوي قوي، دوبني 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 بالقوي قوي قوي، دوبني. حريمهم الليل بس يا خسارة، خدوني على اخوانا ودب. اسمك ايه؟ عمر. عمر، عاشت الاسامي يا عمر. تعيشي. وانا عزيزة. زيزة. زيزة. تشرب ايه؟ شاي. شاي؟ بس يكون تقيل. ومش خايف تروح البلد ويبكتوك علشان نزلت مصر وما شربتش غير شاي؟ ايه ده انا شارب يا جتن. بس عاوز افوق، عاوز افوق. خمرة مصر دي لطشتها الارض. وادي عبده. نعم. كوباية شاي تقيل قوي. من عينيا. مالي؟ في ايه؟ يا خسارة، كان نفسي اسمع بقية الغنى. ايه؟ عجبتك؟ جدا. صوتك حلو. قليل اللي بياخد باله من حكاية صوتي دي. عندهم حق. أصلك حلوة قوي. ممكن أبقى أشوفك تاني؟ أنا كل يوم هنا في الكباريه. لا 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 لا، مش في الكباريه، بره. بكرة الصبح مثلا. الصبح؟ ليه؟ نتفسح بالنهار. يا ريت. حلوة مصر قوي. انت بتتكلمي كأنك أول مرة تشوفيها. ما هي دي فعلا أول مرة أشوف فيها مصر بالنهار، وهي منورة. دايما بشوفها بالليل والدنيا ضلمة، بيبقى شكلها وحش قوي. طب ليه؟
ايه ادعو مكتوب. انت ايه اللي خلاك تجيب لي ياسمين بدل اي ورد تاني؟ عشان بحبه. انت كمان بتحبيه؟ ايام ما كنت في البلد كنت اقطفه كل يوم واعمله عقد وافضل لابساه لحد ما اعمل عقد جديد تاني يوم. يا سلام، انت لو بتحبي الياسمين للدرجه دي ده انا اجيب لك الياسمين اللي في الدنيا دي كلها. انت طيب قوي يا عمر قوي. وانت كمان. كان ايامها عندي 14 13 سنه وكنت بشتغل في طابونه، وانا مروحه في ليله كانوا 5 وكنت صغيره. خفت قوي من يومها، عرفت ان الدنيا مش سهله وحلفت اخد حقي بايدي. يا الدنيا ليلت ولازم الحق اروح الشغل. لازم؟ ده انا مسافر بكره. بكره؟ ايوه بكره. وانا لازم اروح، لازم اروح، لكن انا مش هروح. ده بيتنا. تصبح على خير. وانت من اهله. عزيزة. عزيزة. ممكن اوصلك لفوق؟ هترجع مصر تاني؟ مش عارف، لكن هرجع اكيد. اشوف وشك بخير.
عزيزة تعالي معايا. على فين؟ بلدنا. أنا عاوز أتجوزك. ليه يا عزيزة؟ ليه؟ أنت ما تعرفنيش، ما تعرفش. عمر انت مش عارف بتقول ايه. هبني لك قصر في الجنة. احلام. هنعيش كل حياتنا سوا. لا يا عمر، لا، انا ما انفعكش. خليني ذكرى حلوة في حياتك وكفاية. ارجوك يا عمر. على كل حال لو غيرت فكرك هتلاقيني بكره في المحطه. القطر هيجوم الساعه 12، ومين عارف. مين عارف. عزيزة افتح يا وزة. افتح بقى انا شارب. افتح يا وزة ما تفوريش دم المال. اعمل معروف سيبني في حالي انا تعبانة. افتح يا وزة انا شارب ودع اهلك. افتح يا وزة. مش هفتح يعني مش هفتح. ما تزهقنيش اكتر من كده. كده يا عزيزة. طب انا هكسر الباب وذنبك على جنبك. افتح يا عزيزة. افتحي يا عزيزة. يا عزيزة افتحي. افتحي وخلصينا بقى. هتفتحي ولا اكسر الباب؟ افتحي يا عزيزة. افتحي اكسر الباب. عزيزة. مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي مضايقك؟ ارجوك سيبني في حالي. سيبك ازاي؟ انا مش عريسك. يوه مش عاوزاك. ما يهمنيش. امال ايه اللي يهمك؟ خير ربنا خير ربنا. ده انت حيوان. موافق يا اخي. ما بحبكش. ما عنديش مانع. ما فيش حاجه اسمها حب. هو اللي بيشتري الكيلو اللحمه لازم يحبه عشان ياكله. اهو بياكله. وانا مشتريكي بقى اغلى من التسعيره. يعني كل حته فيكي ملكي انا. اتمتع بيها زي ما انا عاوز وفي اي وقت انا عاوز. والله لو قربت مني لموت نفسي. يا شيخ حيالي بس. يا حسره على الرجال. ما انتش مكسوف من روحك. وانت مالك انت يا سكينه؟ مش حشرك بيني وبين حريمي. انت اللي سايب الباب مفتوح وناشر غسيلك على كل الناس. اتفضيها سيره بقى وروحي تخمدي. وادي الباب اهو. يلا بقى حلوة. حسن أرجوك أنا في حاجات عايزة أقولها لك. حسن بفلوسي. مش حاضر. بفلوسي. فعرضك يا حسن. بفلوسي يا حلوة. أبوس رجلك يا حسن. بفلوسي. حسن مش هقدر. كولي كولي وشباعي بفلوسي. انا عايزك كده تشد حيلك وتجيب لنا 6 عيال يملوا علينا البيت. اذا كانت ناويه تنطر كانت ندعت. قصدك ايه يا سكينه؟ قصدي ان البيت مليان باصحابه يا حسن. يعني حاسبك على الجبل يا عمي. هوضب الشغل عشان
ان شاء الله بكره هنزل على مصر. ليه تاني؟ ورايا كام شغلانه كده. كام شغلانه ولا عشان البت اياها؟ لو تحب انزل معاك واجوزها لك قول، ما يهمكش المصاريف، ما انا دافع اهو. نتكلم في الحكايه دي بعدين يا عمري. انا جاي وراك. بعد اذنكم. انا فين يا وز؟ اصلي تعبانه شويه. عجبك كده؟ هيتقمصت. ما انت اللي مش عارف تشكوم. نقطينا بسكاتك يا سكينه. انت ما انتش شايف حالك بقى ازاي؟ ده انت حالك لا يسور ولا عدو ولا حبيب. هل ايه اللي مش عاجبك يا سكينه؟ مش انت اللي قلت لي اتجوز اتجوز اتجوز؟ اديني اتجوزت. ايوه انا كان قصدي تتجوز واحده من توبك، من سنك، من مجانك. انما تتجوز واحده قد عيالك والله اعلم لممها منين. لم من سالك يا سكينه، ما تنسيش ان عزيزه تبقى حريمي. عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك الباب يفوت جمل. ايه بتطردني من بيتي يا حسن؟ لا بقى يا سكينه، البيت بيتي وعزيزه ست البيت والكل في الكل، واللي عاجبه على كده عاجبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر. مالك يا عمي؟ انا انضحك عليا يا ولا؟ ومين ده استاجر يضحك عليك يا عمي؟ عزيزه يا عمر. عزيزه ادينا شهر وشويه ولسه 5000 جنيه يروحوا عليا في ليله واحده، مع اني مش مأخر عنها حاجه. انا لسه بصحتي وعافيتي. ما كنتش فاكره نفسها السفيره عزيزه؟ اركب ولا. لا يا عمي معلش، انا حبيت هنا الليله دي علشان بكره اطلع مصر بره بره. انا مش فاهم ايه حكايه نزولك مصر دي. معلش يا عم، انا بقى هروح الليله دي اسكر لها سكره منيله، يا انا يا هي. ليلتي انسى يا رجاله. ليلتك فل يا مالك. مالك ده انا. مع السلامة يا مالك. مع السلامة يا أبو حسن. يا ليمون يا ليمون يا ليمون لوني يا ليمون. يا ليمون يا ليمون. عزيزة يا وزة، أنا جايلك يا جميل. عزيزة عزيزة، أنا جيت لك يا جميل. عزيزة 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 عزيزة. ما تتعبش روحك عزيزة. مش تحت فين؟ مانيش عرفت. ازاي تسيبي اخدك من البيت؟ مصيبة وانزحت من هنا. الله، ده انا هدفع فيها 5000 جنيه. هدفعهم لك وسيبها تغور في 60 دقيقة. مستحيل. هي في البيت دي؟ لا تبقى هي بقى. وانا ده اللي عملتك بني ادم عليه بيه. فلوسي هي اللي عملتك راجل عليه العين. فلوسي خدتيها وعليها مكسبها كمان. انا اللي عملت نفسي بدراعي. انا شلت الجبل ده كله على كتفي. تعبت شقيت عرقت. واني نسيتني؟ انا اللي قعدت 20 سنة سهران تحت رجليك اخدمك ورعاك واخاف عليك من نسمة الهوى. 20 سنة بستنى اليوم اللي تبص لي فيه بصة رضا وتيجي في الآخر تبيعني. تبيع السكينة اللي شالتك في قلبها السنين دي كلتها وسكتة. انتي انا مش مصدق قدامي. والعياط اللي هيطيح لاخويا يوم ما مات ودعوتك انك تحصلي في جمعتها كل ده كان كذب كذب. حقيقي
صحيح كل نسوان كدابين، لكن انا هعرف اخد بطاري، هعرف اخد حقي، هعرف اجيبها من تحت تقضي الارض، هلف عليها البلد حته حته. انا اللي هاخد بطاري منك يا حسن. يا ويلك يا سواد ليلك مني يا حسن يا وحش. عمر ايه اللي جابك؟ انت هتسافر ليه؟ انا حر. هتسافر وتسيبني لمين؟ لعمي جوزك. لا يا عمر، انت فاهم كل حاجه غلط. انت مش اتجوزتيه؟ عاوزه مني ايه؟ عاوزك تعرف الحقيقه. انا مش عاوز اعرف حاجه. لازم تعرف ايه اللي خلاني اعمل كده. فلوسه طبعا. لا يا عمر، مش دي الحقيقه. حقيقتي ايه؟ الظروف كانت اقوى مني. يا ريتني كنت مت قبل اليوم الاسود اللي شفته فيه. يا ريتني كنت مت. يا ريتني كنت مت. لك يا عين تهوبي هنا بعد اللي عمله فيني؟ أنا جاية تفاهم، أخوك فين؟ أخويا خلاص ما عادش هيقدر يهوب ناحيته. معناته إيه الكلام ده يا حسان؟ أخويا مات يا ست سكينة، ما استحملش اللي عمله فينا يا سي حسن، فرفر في ليلتي. لكن وعد الله يشهد عليا الجبل ده طوبة طوبة إن دم أخويا مش هيروح حضر. يبقى وصلنا للمراد. اشتراكي بالفلوس. لا يا عمر، اشتراكي بفلوسه. ده انا اللي اشتريت اخواتي بحياتي. وانا انا يا عزيزه كنت مستعد اعمل اي حاجه اي حاجه. ما لحقتنيش على القطر ليه؟ ما لحقتنيش ليه؟ انا كنت هتجوزك يا عزيزه. متسأليش عن اللي فات، المهم اني لقيتك. بحمل العيشة دي، لكن جهنم اللي انا شايفها مع احمد خلتني خلاص مش طايقة. يا عيني من هنا اموت نفسي. دلوقتي دلوقتي عاوز تهرب وتسيبني؟ لا يا عمر، أرجوك استبنيش. كذابة كذابة، بعتي نفسك للاشتراك بالفلوس. لا يا عمر. وجاية دلوقتي علشان تشتريني بكلامك المعسول اللي زي السم. لا يا عمر، بتدي اللي بحبك يا عمر. برا برا برا. عزيزة عزيزة انت ايه اللي جابك هنا؟ انطقي. كنت ههرب لولا عمر، هو اللي حشني. احمد ربنا انا ما قتلكيش. طلقني يا حسن. نعم يا اختي. بقول لك طلقني طلقني، عاوز صراحه اكتر من كده؟ ما تقولي بصراحه انك عاوزه تلهف ال 5000 جنيه المؤخر. انا مش عاوزه منك حاجه، متنازع عن كل حاجه، يغور الجمل بما حمل. انا برياك بالحق والمستحق. انا بقى مش متنازل، شريكي بفلوسي دفع فيك الشيء الفلاني. لكن انا بكرهك بكرهك.
كتفها. بلاش يا عمي. بقول لك كتفها. حاضر يا عم. يلا. بلاش يا عمي، حرام حرام. مالكش دعوة انت يا عمر، دي مراتي وانا حر فيها. يلا هنا مرة تانية أنا اللي هقتلك، هقتلك. سلامتك يا عمي، حصل لك حاجة؟ الحمد لله كانت سليمة، بركة فيك. قوم قوم. خليك. عمي 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 كفاية يا عمي، كفاية بقى. ابعد يا عمر، لك انت ظلم يا عمي، ظلم. ما تخلينيش امد ايدي عليك. ما يهمنيش، انا استحملت ظلمك الناس كتير، كنت بكذب على روحي وبقول انك بتاكلهم قبل ما ياكلوك، لكن دي عملت ايه؟ ذنبها ايه؟ ذنبها انها ما بتحبكش. لا والله يا واد، وكبرت وبقيت تعلي صوتك عليا. سيبها في حالها يا عمي. فاكر نفسك بقيت راجل يا ابن سكينه؟ طلقها يا عمي. اغرس! طلقها! اغرس! طلقها! اغرس! طلقها يا عمي! اغرس! كفايه يا حسن، كفايه. ابعد انت. تعالى.
غصب عني يا عمر، غصب عني. انت مش دريان بالنار اللي جوه قلبي. انا بحبها. خير يا دكتور؟ طمني. انا كتبت لي على شويه ادويه، بس اهم حاجه الراحه والتغذيه، لان جايز يكون في خطوره على حياه الجنين. جنين؟ هي انت ما تعرفش ان المدام حامل ولا ايه؟ حامل؟ عزيزه حامل؟ ولد؟ مبروك يا معلم حسن، والله وعملتها يا راجل وهتبقى اب. السلام عليكم. حب أب مبروك. الله يبارك فيك. عمر عزيزة هتجيب لي ولد. ألف مبروك يعني. الله يبارك فيك. تربى فايزر. عبارك عزيزة وزة عزيزة 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 حقك علي يا عزيزة. أنا لما حسيت إنك بتكرهيني اتعميت، ما بقتش دريان إيه اللي أنا بعمله، لكن ربنا أراد إن إحنا نتلم تاني بالولد اللي هتخلفه لي. تصوري يا عزيزة، أنا هبقى أب عندي ابن من لحمي ودمي ودمك. سامحيني يا عزيزة، سامحيني إذا كنت أذيتك قبل كده، لكن بشرفي هعوض لك كل اللي فات، هخليك تنسي الدنيا بحالها، وهتشوفي يا عزيزة، هتشوفي. فيه تاني ياما؟ هو كان فيه اول لما يبقى فيه تاني؟ ما خلاص اتدردربونا ويجي الغرب يطردونا، وهي الست هانم حبلت، وبكره تجيب له ولد ويرمينا رميه الكلاب. ياما عم لا يمكن يعمل كده ابدا. ده راجل خاين وغدار، انا لو كنت اقدر اولح فيه كنت ولعت. ده بدل ما يعمل باصله ويلم لحم اخوه راح اتجوز واحده غزيه من مصر. كفاية بقى يما، كفاية. حاجات لازم ارجوكي ابعد عني. لكن يا عمر
عمر انت بتهرب مني ليه؟ عاوز ايه؟ عاوز اتكلم معاك. ما عادش في كلام يتقال يا عزيزة. ده انا عزيزة يا عمر. عارف انك عزيزة. عزيزة اللي بتحبك وبتحبها. انت مرات عمي. حرام عليك يا عمر. ليه بتعمل فيها كده؟ ده انا بحبك. وهو بيحبك. واحنا. احنا لازم ننسى كل حاجة. مش ممكن. لازم. عمي بيحبك. دلوقتي بيحبك اكتر. انت بقيت كل حاجة في حياته. وابني اللي في بطنك. ومين قالك ان اللي في بطني ده ابنه؟ بتقول ايه؟ ده ابنك انت يا عمر. اتجننتي؟ هي دي الحقيقة. مش معقول. مش معقول. هي دي الحقيقة. عرفت ليه انا مش طايق اعيش معاه؟ ليه عايزه اهج من هنا؟ بعدنا عن بعض واحنا عايشين سوا، الموت ارحم مني. يا اهلا يا سعاده البيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الحاجات دي حصلنا عليكم يا اهلا. حاسب على سرير بيه هلا. عقبال ما نشيله. عزيزة. 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 عزيزة مش هنا. ما راحت فيه. يعني عارفة. الظهر في الاسطبل. اسطبل. عزيزة. عزيزة. ما شفت ستك عزيزة ولا؟ سكينة. يا سكينة. 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 عملت فيها ايه؟ هي مين دي؟ عزيزة. بقول لك شايفاها بعيني داخله الاسطبل. يعني الارض انشقت وبلعتها؟ Thank you.
بص ولا كلمة. حسك عينك تفتح بقك اقتلك. ها اقتلك. عزيزة كنت فين؟ كنت متمشي شوية. ليه؟ زهقت من الحفلة بين أربع حيطان. انتي ناسية ان الدكتور قال لك مش لازم تتحركي كتير عشان ده خطر عليكي. متشكرة قوي. شوفي يا عزيزة أنا جبت الحاجات دي كلها عشان ابننا، وبالمرة جبت كام فستان يمكن ربنا يرزقنا ببنت، ودين النبي هتطلع قمر، قمر لأمها. يا عزيزة أنا مش خلاص استعذرت لك، خلاص بقى، وادي راسك يا بوسة. حقك عليا. شوفي بقى يا ستي، لو ربنا رزقنا ببنت هسميها عزيزة، ولو ربنا رزقنا بولد هسميه عمر. دول اغلى اسمين عندي في الدنيا كلها. انا هسقط روحي. بتقولي ايه؟ هسقط روحي. تسقطي روحك؟ ده انا كنت اقتلك. يا ريت كنت تريحني. ليه كده يا عزيز؟ ليه؟ ده انا لما صدقت ان ربنا استجاب لدعايا وهيرزقني بولد، دي انت عاوزه تموتيني بالحياه. حرام عليك يا عزيزه، حرام. خدي كل حاجه، خدي عمرك، خدي فلوسي، خدي حياتي كلها، بس ما تضيعيش الولد. يبقى اطلعني. انا قصرت في حاجه. ما قصرتش في حاجه يا حسن، بس خلاص النصيب جه لحد هنا وخلاص. والولد لو كان له عمر واتولد تطلقني، والا هنزله ان شاء الله اموت. لا لا لا، اعملي اللي انت عاوزاه، بس ابني يعيش، لازم يعيش. خلاص تطلقني اول ما اخلف. امرك يا عزيزه، امرك. مرحبا عمي. تعال يا عمر، تعال. انت زعلان مني ولا ايه؟ انا عمري ما ازعل منك ابدا. انت ابن اخويا وابني وصاحبي، احنا مش كنا دايما اصحاب يا عمر؟ احسن اصحاب يا عمي. امال ايه اللي حصل؟ القسوة سلاح بحدين يا عمي، بتصيب صاحبها قبل ما تصيب غيره. أنا ما كنتش كده يا عمر، ما كنتش كده، لكن أبوك أخويا الكبير والدنيا هما اللي عملوا فيا كده. شايف ده كله؟ كان جبل أبوك شايلهولي على كتفي طوبة طوبة، كنت ماشي زي أي كلب عشان لقمة العيش. ياما كرابيك كلتها على جدتي لحد ما نحست، كنت بنام على دموع عينيا واصحى على عذاب ملوش نهايه علشان ابوك يملى جيوبه.
ويا ويل اللي يكله ويتعب. تزليت يا عمر، حسيت بقيمة القرش، بقيمة الفلوس، ويا ويل للمال يعمي بصيرته ولا يشوفش الحاجات الحلوة اللي حواليه. الحق اتجوز يا عمر وخلف عيال علشان يبقى لك عيلة. ان شاء الله تاكلها بدقة، لحسن يا ابني تلاقي نفسك ضايع زي عمك. مش انت اللي دايما كنت تقول لي اللي معاه قرش يسوى قرش؟ وايه تسوى فلوس الدنيا كلها قدام ضفر عيل اللي من غير ولد كأنه لا عاش ولا اتولد. ساكت ليه يا عمر؟ ما تتكلم. انا حسافر يا عمي. تسافر فين؟ هروح اجرب حظي في مصر، هعيش هناك على طول. حتى انت يا عمر عاوز تسيبني؟ كلكم عاوزين تسيبوني؟ انا هفضل ليه؟ ده ما عادش في العمر قد اللي راح. لو ربنا اكرمني واداني ولد، مين اللي حربيه؟ امه مش عاوزاني. انا كبرت يا عمر، عشم انك تربي لي ابني زي ما ربيتك بعد اخويا ما مات. رد جميل يا عمر، مش عشاني، عشان المسكين اللي لسه ما شافش النور. ده ابن الشيخ يتيم وانا ماليش غيرك يا ابني. بس مخبيش عليك، جايز في خطورة على حياة الجنين. مش مهم، المهم سلامتها هي. والله احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. السلامة، وإن كنت أنا محقوق وإنت الكبير ما تاخدهاش بذنبي. أشهد أن لا يا رب. ريس حسن، إيه اللي جابك هنا في ساعة زي دي؟ حسيت إني مخنوق، قلت أشهد أن لا آجي هنا يمكن ربنا يفرجها. قصدت كريم يا معلم حسن. أول مرة أشوفك بتبكي. مالي وشبابي غروني يا عم الشيخ سيد وخلوني أنسى ربنا. يا حسن يا ابني، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وخليه يرضى عني ازاي؟ ادعوني أستجب لكم. ادعيه يا ابني واستغفره، إنه غفور رحيم. يا رب. معلش فوتني المرة الجاية. روحي جهزي حقنة عشان تحمل طلقة. فوتني. Oh!
سلام يا عزيز. عبالك يا عمر. شوف المولود شبهك تمام وانت صغير. تربى في عزك يا عم. على مهد. على مهد. دم المولود! عبد الله وعيون السود! عبد الله دم المولود! عبد الله وعيون السود! عبد الله دم المولود! عبد الله وعيون السود! عبد الله دم المولود! عبد الله! أنا جبت لك الولد. يتربى في عزك. طلعني بقى. تاني يا عزيزة. أنت وعدت يا حسن. أنا كنت مستعد أوعد بأي شيء عشان ابني ينزل سليم، لكن دلوقتي لا. عزيزة. أنا محتاج لك يا عزيزة. محتاج لك دلوقتي أكتر من الأول. محتاج لك عشان تبقي جنبي وجنب ابننا. لا يا عزيزة، أنا مش هطلق. حسن! حسن! حسن، أنت ليه مش عايز تطلقني؟ اسكت يا سكينة. قول لنفسك يا حسن وشيل الغمامه اللي على عينيك دي، طلقها وارميها رميه الكلاب وفوق لنفسك بقى. لم لسانك يا سكينه. حسن، انت لميت الست دي من الشارع، اشتريتها بفلوسك، لبستها حريم، مشيتها عداها، وبعد ده كله مش عايزاها، مش رايداها، كرهاك يا حسن. انت ايه؟ ما بتفهمش. قصدك ايه يا سكينة؟ قصدي يعني الاول انك تعرف الحقيقة. حقيقة ايه؟ حقيقة الست هاني اللي سددتها وسلمتها دمك. الست اللي اديتها اسمك هي وابنتك. والله اعلم جايبه منين. ايه اللي بتريده يا سكينة؟ بقول الحقيقة اللي كل الناس عارفاها وشايفاها ومش مستغري حد منهم يقولها لي. بقول الحقيقة اللي فضلت كاتمها في نفسي. بقول معليش بكرة يفوق ويعرفها هو من نفسه. لكن طويتك تحت جناح وبقيت عامل زي الطور اللي مغميين عينيه وبيلف حوالين نفسه وما هوش ضارب الفضايح اللي بتجرى تحت سقف بيته. فضايح ايه؟ اتكلمي. ايه ايه؟ هو انت ما شفتش المحروس ابنك؟ بقى ابني سبعة دي. والله وعرفت تضحك عليك يا حسن يا وحش. اخرجي يا سكينة، اخرجي يا اخرة المتمي. بترفع ايدك عليا يا حسن عشان واحدة خاينة؟ كدابة كدابة. اذا كنتش مصدقني
روح اسال عبد السايس، ما هو عارف كل حاجه وسابق. لكن هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الست هانم كل يوم والتاني بتقابل عشيكها في الاسطبل من ورا ظهرك. يشرب يا حسن، ده جوز الذل اللي زلتهولي عشان واحده ما تستاهلش. اشرب. ألف مبروك يا سعادة الدين، بيتربى في عزك. اخس عزيزة، كان بتقابل مين في الاسطبل يا عبده؟ ايه يا سعادة الدين؟ كانت بتقابل مين؟ أنا ما شفتش، ما شفتش. أنا بعرضك يا بيه. أنهي عرض؟ أنت كنت عارف إيه؟ ربنا أمر بالسكت. يعني كنت عارف وساكت؟ شايف شرفي بيتداس في الطين وساكت؟ يا أخت العشرة يا ند يا جمال. انت حاطمتها ولا فرقت في راسك؟ انا ما اعرفش حاجه، انا ما شفتش حاجه. ما كل حاجه اتعرفت يا عبد وانكشف المقصود. حد سطر على مين؟ على واحده خانت الراجل اللي لحم بتاعك من خيره؟ انت يا عبد عزيزه كانت بتعمل مين؟ ما اعرفش، ما اعرفش. هتضيع نفسك عشان واحده ما تستاهلش؟ انت كانت مع مين؟ يبقى انت اللي جبته لنفسك؟ انت يا واد جوز مين اللي كان معزيها في الاسطبل؟ مين يا ولد؟ مين؟ قتلت ولا ترك الطريقه؟ قول يا ولد ما تخافش. مين يا ولد؟ مين؟ معاكي مستحيل اخونا. راح فين؟ ولاد الله واسعه، قولي يا رب اسمه كريم. والولد؟ الولد؟ الولد لازم يفضل هنا. يفضل هنا مع مين؟ مع ابوه. الولد ده ابني انا، انا وبس، ومطرح ما اروح هيجي معايا. مش ممكن. ابعد عن طريقي يا عمر. مش ممكن يا عزيزه. بقول لك ابعد عن طريقي يا عمر. لا يا عزيزه لا، الولد مش هيخرج من هنا. عمر ده ابني. عزيزه، 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 عزيزه. اهربت معاها الفجر، انا سمعت لها واكلها. ايه الجاهليه اللي انت عايزها؟ لكن عمر ده، الابن اللي انا بدلله يا حسن، عمر ده هو اللي استهلك. ابوس رجله يا حسن، تاني ماليش غيره، تاني امي. ارحمني يا حسن، ارحمني. وهو هو ما رحمنيش ليه؟ ليه يا عمر؟ ليه؟
انت لحم كتافك من خير، ده انت كنت عندي عز من ابني، ده انت كل حياتي. ليه يا عمر ليه؟ يشهد علي يا ربنا ان عمري ما خنتك. كذاب كذاب. حسن لا يا حسن. اوعي يا فجرة. لا يا حسن. كفايه انت يا عمر كفايه. انت انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك، انا اللي ربيتك. عمرها ما خلفت. ابوك كداب. انا عمك. هي دي الحقيقه. انت اللي تعمل كده. كداب كداب. هقتلك وقت يا بنتي. عزيزة. الله. ايه ماتت؟ انا لله وانا اليه راجعون. ايوه ماتت يما. قتلتها زي ما قتلته يما. قتلتها زي ما قتلته. قتلتها زي ما قتلت عمي. قتلت عمي. قتلتها زي ما قتلت عمي. سكينة سكينة. ما عدلوش غيرك يا سكينة. البركة فيك يا بنتي.